ضربة شديدة خلينا جدا. نعرضه أول واحدة. المهندس عدلي القيعي متهما. الاتهام كان في جريدة المصري اليوم على لسان مسؤولي أو تحديدا اللي هو محمد عبد السلام رئيس نادي المقصة. المقصة بيقول القيعي كاد يفسد علاقتنا بالأهلي لعدم درايته بعقد جون أنطوي. وقالوا وده برضو كان بعد ما الوطن قال ان المقصه ينفي بيع انطوي للزمالك بعد شرائه من الاهلي، وقالوا مسؤوله المقصه احنا مش كوبري ومش هنكون كوبري. طيب انتوا مش كوبري لكن الاهلي غلطان او المهندس عدلي القيعي تحديدا كاد يفسد هذه العلاقه. هيتكلم المهندس عدلي بالتاكيد، لكن خلينا نسمع الزميل ابراهيم فايق في قناه دي ام سي وهو يثير نفس المشكله. جون انطوي المعار من الاهلي الى المقصه مشكلته ايه؟ ما يتعلق بجون انطوي، جون انطوي واحد من اللعيبه اللي كان جايبهم مصر المقصه مصدي مصدي، يعني الناس تقول لك ايه موجود في النادي الاهلي ناسي الكوره ما بيعملش اي حاجه، بعدين فجاه راح مصر المقصه. الناس وهي شايفه كده جون انطوي معدي من قدامهم رايح مصر المقصه شايفه مصيره، جون انطوي قاعد يلعب له مثلا حوالي شهرين ثلاثه وبعدين يوم راجع على بيتهم بقى يرجع في اي حته وخاصة ناسه. فسبحان الله جون انطوي ده يبقى هداف ويسجل اجوان ويكسر الدنيا وبتاع وترجع الخناقه تاني عليه، وترجع الخناقه بقى اهلي وزمالك ومقصه وقصه كبيره جدا جدا. طيب ده راي ابراهيم فايق، لكن رئيس المقصه اللي هو محمد عبد السلام في دي ام سي كمان. طيب بسال حضرتك على موضوع جون انطوي، قراركم ايه النهائي فيه؟ واسباب اللي حصل ما بينكم وبين النادي الاهلي؟ هو الحقيقه ما فيش حاجه حصلت بيننا وبين النادي الاهلي. انا مش عارف اللاعب بسعر قد كده. بس السعر متحدد وطبيعي جدا ان احنا نخطر عشان نخطر النادي الاهلي بنكتب غلط، نخطر في النادي الاهلي بان احنا قررنا ان احنا نفعل العقد لان ده نوع من تفعيل العقد. يعني انا مش عايز اتكلم في المواضيع دي، المواضيع دي مواضيع قانونيه ومحسومه بالمناسبه. هي العمليه انا ما اعرفش المهندس عدلي يعني ما قوم الدنيا وما مش عايز يقعدها ليه، ما عنديش فكره، لكن احنا علاقتنا بالنادي الاهلي علاقه طيبه، ما فيش اي شائبه تشوب. مش بس اللي هو محمد عبد السلام، انا مش هعلق بس غير في الاخر. انت متهم دلوقتي؟ ما انا هعلق في الاخر حتى على الكلام ده. تلزم الصمت، انت متهم دلوقتي. الكابتن باكر سليم عضو مجلس اداره المقصه ايضا يتهم المتهم. النهارده سيادتك قلت لما بيبقى فيه عريس بيتقدم، لا ده هو اللي بيقول، هو اللي بيقول او ردا على كلامه يعني هو اللي بيقول نعم ان في عريس بيتقدم لعروسه ويقدم لوالدها بيقدم طلب. بس لا هو بيقدم طلب، الطلب ده لو مش مشروط بقيمه المبلغ ومتفق عليه كان يبقى لسه فيه جدال في الطلب. لكن ده هو اتقدم وطلب واتفقوا مع بعض على ساعة لما يحب يتجوزها يدفع 500 جنيه. الراجل جاب ال 500 جنيه وجه. هل ممكن الاب يرجع في كلامه؟ في دي بالذات ممكن. لو قالت له مش عايزاه يا بابا. ده موضوع ثاني. وزي ما سيادتك شايف هو الموضوع كله موضوع احمد سامي، لو احمد سامي كان راح ما كانش هيصير هذا الموضوع اطلاقا. المهندس عدلي القيعي، انا مجازا بس يا جنرال قلت لسيادتك رغبه اللاعب ان احنا ما بناخدوش غصب عنه. لكن يعني تقصد يا بكري بيه حتى لو قال انا مش عايزكو هو من حقكو طبعا وتقدروا تأيدوه؟ طبعا. دي قصه ثانيه بقى. دي قصه ثانيه. لان في العقد يا جنرال ما فيهوش رغبه اللاعب بعد الاجراءات دي. لو سألت أي فقيه في القانون عن وقعة أول كلمة يقولها لك أما أشوف الورق. ما أقدرش أحكم حكم غيابي، ما أقدرش أبني حكم على كلام الناس بتقوله.
بديهي جدا ما دام في عقد يعني في ورق، فبالتالي الخلاف يكون على نص. فبالتالي اي مسؤول في اتحاد الكوره او في اي مكان شبه منضبط، شبه منضبط، لانه اللي بيحصل ده ملوش علاقه بالانضباط الاداري. المفترض استنى لغايه لما تبقى فيه ورق يجيلي بيتعرض على الشؤون القانونيه في الاتحاد، بتفتي فيه للجنه شؤون اللاعبين، بتطلع فيه توصيه تترفع لمجلس الاداره عشان يقول فيها قرار. دي الخطوات الطبيعيه جدا في اي مؤسسه شبه منضبطه. لكن لما نلاقي اعضاء في مجلس اداره الاتحاد بيخطوا كل هذه الخطوات، واحد زي كابتن مجدي عبد الغني بتجاربه الاحترافيه، برئاسته لسنوات طويله لجنه شؤون اللاعبين، بدرايته بشؤون اللاعبين، لا المشكله اتعرضت وما اعتقدش قدام منه العقد ولا اساسا تم تداول في حاجه، لكن فجاه يصدر حكمه قبل المداوله. نسمع كابتن مجدي عبد الغني يحق للمقصة طلب. خلي بالك من كلمه طلب دي، خلاص خلاص. وهنا محسومه. اصل الكابتن عدلي طلع قال لك ايه؟ قال لك معناها ما يقول طلب يعني انا قد اقبل وقد ارفض. لو هو عايز يقول في البند ده انه ده موضوع نهائي، بدل ما يقول يحق له طلب يقول يحق له شراء. اتفضل يا كابتن. لا لا، ما هو انت طلب او شراء، ما هو الاثنين عرض، في رقم اتحط هنا. الرقم يعني الرقم اللي محطوط هو انت حطيت الرقم ده ليه؟ يعني انت بتحط الرقم ده ليه اذا كان هو لسه فيها؟ ما تحطش البند كله ما يتحطش، فهيدفع 600,000 دولار وياخد اللاعب. يعني اذا ايه بقى الطلب دوت اوافق عليه او ما اوافقش عليه؟ لا، مش منطقي ابدا ولا هو قانوني انك انت ادام حطيت رقم يبقى انت حددت قيمه اللاعب. طيب بره الموضوع، فكره انه اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره يصدروا احكامهم وقراراتهم في قضايا لم تعرض على الاتحاد او قد تعرض، يعني افهم ده ازاي؟ افهم ازاي انه صاحب القرار يتحول الى صاحب راي؟ مره الكابتن صالح الله يرحمه كنت بعمل له حوار فبساله في مدير فني، فقال لي ماليش راي، فانا استغربت، قال لي انت مندهش. انا لو قلت رايي بقى قرار. ايوه. انا لسه ما قعدتش مع المجلس وما تناقشناش، فانا لما بدري قوي اقول رايي في فلان انه كويس او وحش او صح او غلط، ما انا انا حجرت كده على المجلس، او انا اعلنت قراري في شكل راي قبل الجلسه. فأرجوكم، لأنه كل السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد باستثناء القليل منهم مرتبط إعلاميا، ما ينفعش أبدا في الإعلام تصدروا قرارات وانتوا على الهواء. ده كلام لا يليق باتحاد عريق جدا أنشئ في بداية العشرينات. ده اتحاد فعلا له مؤسسة إدارية منضبطة كانت لسنوات طويلة بفعل التعاطي الإعلامي الشديد يا باشمهندس هاني أبو ريدة. لما كل عضو في مجلس إدارة الاتحاد يعرض اي حاجه فتلاقي كل واحد فيهم بيصوت على الهواء، طب هتعمل جلسه ليه؟ يعني مانيش فاهم تحت اي بند ده ممكن يندرج اداريا يا باشمهندس. لكن القضيه، بص بقى، خلاص انت عرضت القضيه وعرضت الحكم اللي قبل المداوله، وانت المتهم وانا المتهم، برضو هاجل دفاع عن شخصي لما هتسمع وتفهم ايه اللي انا قلته بالظبط. عشان اقول لك اقام الدنيا لم يقعدها، اقامه الدنيا ولم يقعدها لسبب بسيط جدا هقوله انا بعد اما نسمع المداخله بتاعت الصباح. كنت اتمنى انها تيجي كامله لان قالوا لي انها هتبقى طويله شويه، فاجتزاها من اول مداخله الاستاذ مجدي المتناوي، وهي كان في حوار بيفسر موقفي قبليها، لكن دعونا نسمع هذه. هنقول ليه مجد المتناول؟ لا لا لا، والنبي والنبي انت مش انا المتعب. سيبني بقى. لا اسمع الاول هتفهم من خلال الحوار. طيب ارجوك خليك معايا يا باشمهندس عادل. لا وتقدير عظيم عادي يعني. طيب ارجوك خليك معايا، انا جبت لحضرتك على التليفون استاذ مجد المتناول، خليك معايا ممكن؟
اتفضل. طبعا يا استاذ مجدي صباح الفل واهلا وسهلا بك يا صديقي العزيز. صباح الخير ابراهيم، صباح الخير حضرتك، وصباح الخير على مهندس عبد القادر، تحياتي لحضرتك ودي مجدي بيه. اهلا بسعادتك يا فندم. عندك خبرتين، خبره المحاماه وخبره اتحاد الكوره والمشاكل التي كانت تعرض عليكم. هو الموضوع انا بقول رايي ان لو كان عايز يتقال فيرم كده، اذا سدد النادي كذا بعد يوم كذا او في خلال كذا يصبح اللاعب منتقل بشكل نهائي او يمتلك عقد، او ان هو في حاله رغبته في شراء اللاعب يدفع كذا. لكن لما يتقال في حاله طلب شراء اللاعب يدفع كذا، انا رايي ان دي تحط علامه استفهام تدي الاهلي حق في الرد. انا مع حضرتك، هو جزئي ان يتقدم بطلب، فالمتقدم اليه صاحب القبور حق الاراء والرفض كده، يعني بمعنى ان انا اتقدم يعني بطلب يعني يقبل ويرفض. يا باشمهندس علي خليك معايا يا باشمهندس علي عشان تعرف تسمع، عشان انا هسمعك بقى خالص. طيب خليك معايا، خليك معايا، اتفضل يا استاذ مجدي. معنى ان انا اتكتب ان انا اتقدم بطلب، يعني انا بتقدم لحضرتك بطلب، حضرتك صاحب حق قبول هذا الطلب من رفض الطلب. يعني في الحاله دي انا اتقدم بطلب واقول لك والله انا ادفع 6000 دولار واشتري، حضرتك كنادي اهلي تقول اه او تقول لا، موافق او غير موافق. كان يجب ان ينص لو هو بنيه الشراء ان يكون ان هو في نهايه مده الاعاره يحق النادي المقاصه ان يدفع مبلغ كذا ويتحول الى عقد بيع نهائي، ويكون من حق اللاعب، يكون هذا اللاعب من حق النادي المقاصه دون اعتراض من النادي الاهلي. كان في الحاله دي تحول العقد لعقد بيع. طيب انما انت وانت عامل عقد اعاره وبعدين في نهايه عقد الاعاره بتقول اتقدم بطلب، فده حريه ليك، حريه للنادي، حريه ليك ان انت تقدم بطلب او لا، وحريه للنادي وقبول الطلب من عدمه او لا. طيب خليك معايا استاذ مجدي لانه كلامك مهم. في نقطه ثانيه اللي هي هتكون مربط الفرس وهتكون هنا المشكله، يعني ان قد يتقدم نادي المقاصه بجواب لاتحاد الكوره مباشره ويقول لك ده العقد بيقول كده، انا من حق ان انا، ويحط الفلوس مثلا ويقول لك اللعيب ينتقل لي. هل يستطيع ان يفعل هذا رغم انه كان يجب ان يتقدم بدون ان يتقدم بطلب للنادي الاهلي؟ هو ده السؤال بقى الان. طيب حلو السؤال ده يا استاذ مجدي. لا يا فندم، لا يا فندم، لان احنا وصلنا، احنا نبدا الاول اساس العقد، اساس العقد انه يتقدم بطلب والنادي الاهلي صاحب الحق في الموافقه من عدمه على هذا الطلب. بما انك تقدمت الطلب انا اقول اه او لا، ده انا اسال المقدم ليا الطلب. مش من حق، وبالتالي ما ينفعش يروح يحط فلوس في اتحاد الكوره مباشره. لابد من وقفه النادي الاهلي، لابد من وقفه النادي على الطلب. طيب. لان انت ساغه بطلب. اطلب حضرتك صاحب الموافقه من عدمه. انما لو قلت حضرتك ان العقد يتحول الى عقد بيع نهائي بعد سداد مبلغ كذا، كان خلاص مش من حق النادي الاهلي القبول او الرفض. كان يجب ان يتنص عليه يتحول الى عقد بيع نهائي بعد سداد النادي المقاصه مبلغ كذا. كويس ان اللي اتشال كلامي، لان انا اقدر اقوله هنا. قبل ان يدخل الاستاذ مجدي المتناوي، وقبل ان اقرا المصري اليوم اللي قلته لي وانا جاي في العربيه دلوقتي، وقبل ان اعرف ماذا قال الكابتن مجدي عبد الغني، انا المداخله كان بيسالني عن مشكله جون انطوي. قلت له مشكله جون انطوي ليس من حقي ان ادلي بدلوي عن قرار النادي الاهلي فيه وموقف الاهلي منه. هذا قرار لجنة الكرة اللي هيتخذوا بناء على رؤية فنية ورؤية اقتصادية للنادي الاهلي. فإذا تم الاتفاق على تفعيل العقد يبقى خلاص أنا هنفذ، يعني دوري هتيجي مرحلة التنفيذ. ولكن أنا بقول رأيي بعمل شغلي لما اطلعت على العقد يا أستاذ إبراهيم اللي أنا ما عملتوش، ده كان اتعمل من المجلس السابق. قد تكون هذه الكلمة متعمدة وقد تكون مشيت على الجميع، لكن الكلمة دي في روعي أنا المواطن عدل القيعي الذي لا يدرس القانون. وقلت الكلام ده للأستاذ إبراهيم فايق، قلت له عشان كده أنا بكرره، يا ريتها كانت جت من أول، كانت هتغنيني عن التعليق تماما. قلت له أنا بقول رأيي الشخصي إن دي بتحط علامة استفهام، يعني معناها ما تقدرش تاخده منك ليك، أنت لازم تقدم طلب. في حالة إنك تقدم طلب يبقى انا من احتمال يقبل يرفض، اذا قبلت مفيش مشكله، اذا رفضت معناها ان انا قد اكون محتاج للاعب يبقى عندي، واذا رفضت ممكن اقول ايه، انا مش هبيعه دلوقتي طب اعيره لك تاني، فاهمني؟ فاما القول بانه السعر تحديد السعر يجب ما قبله، لا ده غير صحيح.
تحديد السعر ده بيعني ايه؟ ان انا لو قبلت طلبك ما اتكلمش، ما زودش عن كده، ما اتكلمش في السعر بقى. ايوه يعني مش يجي لي مليون اقول له لا انا عايز منك 2 مليون. انا لو هبيعه لازم ابيعه لك. ايوه انا لو هبيعه لك لازم ابيعه بالرقم المنصوص عليه في العقد، لكن لو انا هحتفظ بيه، لو انا هعيره لك تاني، هذه مواقف جديده هل يتخذها؟ انا قلت له كده، انا لا اصادر على العقد الفني، انا لا اصادر على لجنه الكوره، هذا ليس قراري. ولذلك القول من ورحت افضت كثيرا في علاقتنا بنادي المقاصه، وتحديدا شخص اللي هو محمد عبد السلام الذي اقدر، قلت له كده انا اقدر هذا الرجل واوقره وبيننا صلات شخصيه تدعوني الى ان انا لازم اكون حريص على علاقتي به، لكن هذه ليست مساله فيها اساءه للعلاقات، لان لو الوضع معكوس هو هيفكر زيي، انا بشوف مصلحه ناديه وبقول للناديه انت عايز تعمل ايه؟ لو عايز تحتفظ باللاعب هناك بند بيسمح لك بهذا. قرارك ايه؟ ده مش كلامي. فعشان يقول ان انا اقامت الدنيا لم اقعدها، انا نبهت ان في كلمه وقلت كده الاستاذ ابراهيم فايق، بس ابراهيم لانه راجل مصحصح، قلت له يا استاذ ابراهيم الناس كلها عماله سايبه الموضوع، انا مش بكلمك اين سينتهي مصير جون انطوي، ده مش قراري، انا بقول في فقره، الفقره دي محتاجه واحد محامي يفسرها. بعد ما قلت له كده، قلت له ما حدش ليه منشغل ان يشوف تفسير النص القانوني بتاع البند ده. انا مش بثير مشكله، انا بقول قريت عايز حد يقول لي حقيقته ايه. فقال لي معانا الاستاذ مجدي المتناوي، وهو راجل محامي، الراجل اشار بوضوح ان كلمه طلب يعني لازم تكلمني، حريه ليك وحريه ليا لا اقبل، لكني اذا اتفقت معاك ما يبقاش فيه كلام في الفلوس في الماديات تاني، لان الاصل في الحاله التعاقديه في حاله الاعاره الاصل عوده اللاعب. وعلى فكره انا وانا بكلم الاستاذ ابراهيم وما زلت بقول لك قد اكون مخطئ، ولذلك انا قلت له استعين واسترشد براي قانوني. فانت طبعا الكلام بقى بتاع الكابتن مجدي عبد الغني هو سمع من زاويه واحده وقال رايه، يعني الاصوات طبعا زي ما انت قلت اما تجيلك المشكله. ولذلك انا السؤال خطر على بالي، وهو الاستاذ ابراهيم قال ده قال سؤال كويس، قلت الله طب والله ما كنت اعرف انهم ناويين يعملوا كده، بس انا لما كانهم هعمل كده، حطيت نفسي مكانهم، هروح بسرعه على اتحاد الكوره وارتب واقول لهم ان انا عايز اللاعب وكده واعمل لوبينج واخد اللاعب. لكن هنا انا بقول سوف تكون هناك، اذا قرر الاهلي الاحتفاظ باللاعب هتكون ازمه. طب افرض النادي الاهلي ولجنه الكوره وزع حقه، قال لك ما 600,000 دولار زائد 15 ولا 20% من اعاده بيعه، ها ما هو احنا موافقين. وده وارد جدا. فانا مش بلعب في القرار، القرار لا املكه، انما بقول النادي الاهلي ايه، تنبه من حقك، عندك اوبشن يا تقبل يا ترفض، خد قرارك انت. وانا لم اوصي حتى الان هو ياخده ولا يرفضه. طب ما تخليني اسال سؤال خبيث شويه، ها هياخده ويبيعه؟ دي اثيرت علشان طب انا سالت لانه الزمالك ابدا اهتمام باللاعب، الزمالك ابدا اهتمام باللاعب وهيدفع مليون دولار وانا هذا السؤال سالته مباشره للواء محمد عبد السلام، ها قال احنا مش كوبري لحد، وكان في لاعب كان هينتقل للنادي الاهلي والوكيل بتاعه حاول يتفق مع نادي المقاصه انه ياخده كمرحله وسط كده عشان ما يعملش مشاكل، ها المقاصه رفض واحنا رفضنا، بس المقاصه رفض. فقال انت فاكر يا عادل المشكله؟ قلت له طبعا، وانا قلت لك كويس انك رفضت، لان شكلنا كلنا ما الاحسن نروح بشفافيه ناخد اللاعب. هذا يحدث، وانا اثق في كلام اللي هو محمد عبد السلام، اثق فيه، اثق ان هو لو قال مش هاخده عشان ابيعه هو ممكن يبيعه ايه مثلا، ياخده يستفيد بيه 6 اشهر سنه. عشان كده انا بقول ايه، قد يكون للنادي الاهلي راي ثاني يقول له طب خده كمان سنه. يعني وقد يقول له لا كويس قوي كده، انا محتاج ال 600,000 دولار دول دلوقتي ينفعوني، وهو في البطوله الافريقيه ومسجله. فعايز اقول لنادي المقاصه انا لم اتسبب في مشكله، انا شاورت على كلمه قلت للناس كلها من وجهه نظرك تحفظ حق الاهلي وهذا حق، اذا كانت من الناحيه القانونيه سليمه، اذا حد قال لا مش سليمه خلاص مش شأني، مش انا مش عامل نوع من الصراع بيني وبين حد ولا قتال، انا بأدي عملي. فانا نوهت الى هذا. اما القرار هو عند لجنه الكوره، او علاقتي بالناس كلها لازم يفهموا ان انا بأدي عملي،
ولا بالعكس، انا طول عمري كنت وسيط ان انا اعمل علاقه جيده مع معصم القصه، بدليل ان كان ناس كتير جدا بتروح اعارات من عندنا لاكبر نادي راحت له اعارات نادي معصم القصه، واكبر نادي بعد الاسماعيلي خد مننا فلوس يعني يعني او اكتر دلوقتي في اعاده شراء الحمام الزاجل اللي احنا بيبعتوه لنا ويرجع ويبعتوه لنا، واخد بالك؟ حلو التعبير. فما حدش بقى يصغها بالطريقه اللي ترضيه او يكتبها بالطريقه اللي ترضيه. اما القول العناوين اللي في المصري اليوم فانا بحذر منها كل الاطراف، لان اصبح المصري اليوم ما لهوش الا هدف واحد، التخبيط واثاره المشاكل في الاهلي، وهات لي موضوع واحد ايجابي اتكتب عن النادي الاهلي في المصري اليوم خلال سنه والشويه اللي فاتوا دول، لان ما زالوا المجموعه اللي خرجت من جوه النادي الاهلي هي التي تدير الامر في المصري اليوم وتحرك المسائل، فهي هتحركها بالطريقه دي. وانا بتكلم الاستاذ صلاح دياب صاحب الجورنال، بقول له يا صلاح بيه أنت تدير عمل إعلامي، يهمك أن تكون على مسافة واحدة من الجميع عشان أولا مصداقية الجورنال، ما تجيش صفحة الرياضة تبوظ لك كل العمل بتاعك، لأن 70% من الشعب المصري على الأقل أهلاوية وبيسيئهم ما يكتب هنا. إذا كان الجرائد مش مهتمة بالتوزيع وبتقول لك ما بتتحط على المواقع والناس كلها بتقراها، بس المصداقية بتروح. يعني النهاردة الناس اللي عندها مصداقيه، ناس بتتكلم وانت في غنى عن هذا، انت في غنى ان الناس تبقى عندك متحامله على اكبر نادي في مصر بالشكل ده، ان على طول اللي متضايقين هتجد فلان الاسبوع اللي فات وفلان الاسبوع ده وفلان الاسبوع الجاي، ما حدش فيهم بيقول كلمه طيبه عن النادي الاهلي، او كله مشاكل 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 مشاكل، والاهلي يسير والاهلي يسير، لان الاهلي تعود خلاص، الدبابيس ما بقتش تعوره، دي دبابيس. اما الرحاب الرموح ارمح الرماح الرماح، اما الرماح فترتد الى النحر. يعني ارميني هترجع لك من غير ما اعمل انا حاجه. انا ورايا ناس بتقيم الامور وتصدق ده وما تصدقش ده، عايزين كل الدنيا تمشي بشفافيه عشان ما يرجعوش يقولوا اصل فلان قال فلان. انا قلت ايه؟ هو الكلمه دي مكتوبه في البند ولا مش مكتوبه؟ ولا عاد شرط. انا هسال سؤال، لو الكلمه دي مش مكتوبه انا راجل اتحمل اي تبعات، انا راجل مغرض، لو مكتوبه تعالوا نفسرها بقى. انا قلت فسروها، انا قلت حاجه غير كده، لا ادعيت لنفسي حق تفسير غلط ولا احتكرت ولا قلت كده جوز غلطان بس اللي يقول تفسيرك غلط او تفسير المقص غلط محامي قانوني، الشؤون القانونيه في اتحاد الكوره، مش دي برضه الجهه المنظوره يا سيدي الفاضل، الموضوع ابسط من كده بكتير. يعني لما تبقى ده قاعده وديه قطوني هذا الامر، انا ما بقولش انطوي ما يروحش المقاصه بالشرط ده، انا ما قلتش كده. انا قلت ان للاهلي حق في الكلام، ايوه هيتكلم ولا ما اتكلمش، دي هنا العلاقات بقى وهنا المصالح. ايوه هنا خدها في طريق العلاقات والمصالح، ما تاخدهاش يقول لك اقامه الدنيا، هو الكلمه دي مكتوبه ولا لا؟ لماذا لا يناقشها الناس؟ مش انا، إذا كانت صحيحة هيبقى الأهلي حق المراجعة، هيراجع ولا لا؟ طب افرض الأهلي له حق رفض ومش عايز يرفض، ده قرار لجنة كورة، أنا هصادر على قرار لجنة كورة. ده طبعا. بس خلاص، فأرجوكم حطوا كل شيء في نصابه، لأن التصرفات بقى زادت وبقى الدمات تقيل يعني. طيب. والكل مستدرج في الإعلام الحقيقة. دي المشكلة الكبيرة. والمشكلة دي ظهرت في أزمة الأجانب. أزمة الأجانب وعددهم في الدوري وقيدهم وظروفهم مش كلامنا، اللي هتسمعوه ده كلام برضو السادة أحكام أعضاء حكم برضو قبل المداولة، أحكام قبل المداولة وقبل الاجتماعات وقبل أي حاجة. دوري المصري فيه 4 أجانب لكل نادي، قبل البداية قالوا، وده كلام اللي قاله رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور وقتها، ان انا اخذت قرار من اتحاد الكره انه يتم قيد 4 اجانب ويلعب في الملعب 3. ولما احنا في ملك وكتابه وقتها اعترضنا، اتحاد الكره قالوا النادي الاهلي لم يمتنع ولم يعترض ووافق وقال مش فارقه معانا. طيب الاستاذ سيف زاهر او الكابتن سيف زاهر عضو مجلس اداره اتحاد الكره يتحدث
في الإذاعة معاتبا ملك وكتابة. خير نشوف. كابتن عدلي الاستاذ ابراهيم مناسي، مناسي اثنين من رموز الاعلام واكن لهم الحقيقه كل احترام، وانا من يعني مشاهدينهم ودايما بقعد قدام برنامجهم ملك وكتاب اتفرج واتابع واتعلم. لو يسمحوا لي طبعا ان انا بس عندي يعني اعتراض، لوم بسيط، عتاب، اي لفظ يعني. انا كنت بتفرج على الكابتن عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي، وبعدين لقيت ان هم جايبين فيديو للكابتن مجدي عبد الغني وانا في استوديو ماتش اعتقد الاهلي او ماتش يعني كان حاجه، والكابتن مجدي عبد الغني كان بيعلق على كلام الكابتن حسام البدري وقال ان ممكن يبقوا ثلاثه اجانب، اللائحه ما تمنعش يكون اربعه، ممكن نعمل كده ما فيش مشكله. فانا رديت قلت له كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، كان معايا الكابتن حازم وانا موجود يعني احنا ثلاثه وكان معانا كابتن طه، فقلت له يا كابتن مجدي ما تسخنش يعني، قول ان الموضوع في حيز الدراسه بحيث الناس تاخد قرارات، لان انت كمسؤول لو قلت ان مفيش مشكله تطبقه ونطبقه الناس على طول هتاخد ان ده خلاص بقى الموضوع فعلا موجود. فالحقيقه كابتن عدلي علق على الموضوع على كل احترام، الاستاذ ابراهيم منيس طبعا علق على الموضوع على كل احترام، بس انا استغربته ان انا رديت رد محترم جدا على كابتن مجدي، قلت له يا كابتن مجدي ما تسخنش ان انت عضو مجلس اداره، فقول حضرتك ان الموضوع في حيز الدراسه، كلام طبيعي جدا يعني، لا استغلينا موقعنا ولا استعرضنا عضلاتنا ولا، وانا رديت عليه رد مثلا مش طبيعي ولا. فوجئت بالاستاذ ابراهيم منيسي بيقول للكابتن عدلي ده، حتى اما كابتن مجدي قال ان هو ما يمنعش سيف زاهر زميله في اتحاد الكوره حب يداري عليه. انا الحقيقه ما فهمتش يعني انا هداري عليه في ايه؟ هو ما فيش حاجه اصلا اتقالت عشان هداري فيها، كان ممكن اسيب الكابتن مجدي مع كل احترام يقول اللي هو عايزه، هو في النهايه نجم وهو يتحاسب على كلامه، ولكن انا اتعاملت بكل مهنيه واتعاملت بكل احترافيه، اتعاملت بكل اخلاق، ان انا مسؤول، ان انا اعلامي، قلت له كابتن مجدي، وحتى لو انا مش في اتحاد الكوره كنت هقول له كده كابتن مجدي خد حضرتك وقتك، لان انت ما تملكش ان انت تقول قرار دلوقتي على الهواء، لازم ترجع لاتحاد الكوره ولازم تعمل دراسه ولازم تقعد مع الانديه، وبعدين في الاخر خد القرار اللي انت عايزه والناس تاخد القرار اللي عايزاه. فالحقيقه هو ده كان عتابي الشديد على الاستاذ ابراهيم، بس ان انا يعني انا ما داريتش على حد في حاجه، انا كان كل قناعاتي وجهه نظري ان الشاشه مش مكان ان احنا ناخد فيه قرارات. على فكره الكابتن سيف زاهر له عندنا كل الاحترام والموده بالتاكيد، لكن هو اكد اللي احنا قلناه ان هو موجود، هو وكابتن مجدي عبد الغني وكابتن حازم امام، يعني الثلاثه اقطاب من اقطاب مجلس اداره الاتحاد. فقال الكابتن سيف انا كان رايي للكابتن مجدي نستنى شويه، ما ينفعش نتكلم دلوقتي قبل ما الموضوع يدرس. طب ما هو اللي هيدرس ده مجلس الاداره، ده اللي احنا قلناه، بس احنا ما قلناش لا اسأنا للكابتن سيف ولا للكابتن مجدي، لكن اشرنا انه الكابتن مجدي وهو بيتكلم الكابتن سيف قال له لسه هيتناقش يوم السبت. نفكره ونفكر حضراتكم احنا كنا قلنا ايه ساعتها في ملك وكتابه. نشوف الكابتن مجدي عبد الغني في اون سبورت. حسام البدري عامل ضارب ارقام قياسيه مدربين اجانب ما عرفوش يضربوها في الحقيقه، فانا بهنيه وبقول له حسام بالنسبه للوايح يعني ما فيش ما يمنع ان الاربعه يبقوا موجودين جوه ال 18 كده بس يا كابتن ما تسخنش. لا يعني انا بقول لك ما فيش ما يمنع لسه، ما انا ما بقولش قرار كده وصلي على النبي. لا ما بقولش قرار، انا بقول يعني الموسم القادم، الموسم القادم او الموسم ده ما فيش ما تدرس يمنع تدرس يا كابتن داخل. لا ما قلتش لا يعني اهدى شويه بس اصل انت هتقول الكلمه مصر كلها. لا انا بقول لك ما فيش ما يمنع لا داخل اللائحه دي ولا داخل السنه القادمه ان يبقى موجود اربعه يلعب الثلاثه الاجانب في المباراه، يعني اجنبي يتبدل بس المهم ده يكون لمصلحه الكره المصريه يعني بالظبط كده، يعني لان الناس دفعت فلوس في اللاعب الاجنبي رقم اربعه، فما ينفعش انك تحطه في المدرج ما تستفيدش بيه. فدي ده اللي انا عايزه. كابتن مجدي عبد الغني قال حاجه في منتهى الخطوره، وانا ما اعرفش الانديه اعضاء الدوري الممتاز اللي اتبعتت لهم لائحه المسابقه وشروطها، لما كان عندهم لائحة ما فيهاش بند يقول انك بتتعاقد مع اربعة اجانب
لكن ما تلعبش في المباراه الا ثلاثه. كابتن مجدي بيقول اللائحه ما فيهاش كده ولا في قوانين بتقول لا كده لا السنه دي. وسيف زاهر زميله في اتحاد الكره عايز يدارع على الموضوع، قال له يا كابتن مجدي الكلمه هتقولها هتتاخد بسرعه، قال له لا اللائحه الحاليه واللائحه الجايه ما فيهاش. طب جبتوا ده منين؟ اتفرض ده على الانديه بدون لائحه ازاي؟ ضيعتوا على الانديه اللي عندها اربع اجانب فرصه او حق استخدام لعيب اجنبي بامره مين؟ يعني ما في، هو كلام بياكد بعضه. احنا قلنا اشرنا الى ان الناس، والاستاذ ابراهيم قال لك الراي لما يكون من مسؤول بقى قرار، والكابتن صالح نوه الى هذا الامر. لا وكمان تريث في الكلام ده، وده يقول له لسه هتتنزل. وانت برضه ضفرت المشكلتين ببعض، ان برضه الكابتن مجدي قال ان موقف المقاصه صح، قد يكون صح، لكن ما يتقالش قبل ما يصدر بيه قرار من الجهه المعنيه. والا اذا اتعرض على الكابتن مجدي دلوقتي الموقفين مختلفين، هو دلوقتي هيعمل ايه في رايه اللي قاله قبل كده لو اكتشف ان الكلام ده مش صح من خلال الورق بقى، او هيصمم ان لا صح. فاصبح الموضوع يعني، هو ليه القضاء بيتنحون يا استاذ ابراهيم؟ عشان ما بيتكلموش في القضايا، ما يعلنش عقيدته في وجهه نظره ما تتقالش، الناس ما تعرفهاش الا من انتهاء المداوله بعد استعراض كافه المستندات ودفوع. طيب نروح لاصل المشكله اللي بتاكد نفس القضيه. نسمع الكابتن سيف زاهر في اذاعه الشباب الرياضي. موضوع ان الاربعه الاجانب، يعني مستر بيدرو المدير الفني للنادي الاسماعيلي مستاء جدا من قرار اتحاد الكوره، بيقول لك ان احنا طالما ابتدينا الموسم بشكل او بلايحه ما ينفعش نغيرها في وسط الموسم. فترد بقى تقول ايه؟ لا هو مش هغيرها في وسط الموسم، هو القرار ده للموسم الجديد، هو ده مش للموسم اللي موجود. يعني الكلام ده كله كان الموسم، انت ابتديت مسابقه هتنهي المسابقه زي ما ابتديتها، بس احنا كل الكلام ده بنتكلم للموسم الجديد. وبعدين في حاجه في الوليد، وكابتن مجدي، كابتن مجدي عبد الغني قال ان القرار بيسري من دلوقتي، يعني يقدر النادي الاهلي المباراه القادمه او نادي الزمالك يحط الاربع اجانب في القايمه. يعني هي المرة اللي فاتت الجلسة، احنا عندنا جلسة يوم السبت ان شاء الله باذن الله. كويس. جلسة السبت لاعتماد القرارات دي. اللي انا يعني مستوعبه او اللي انا فهمته من اجتماع لجنة الاندية ان التوصيات دي هتبقى من الموسم الجديد، لان انت ما تقدرش حضرتك تغير شروط مسابقة في النص. ده برضه كلام وجهة نظري لحد يوم السبت ان شاء الله باذن الله لاعتماد القرار. هي في نقطة كنت انا اتكلمت فيها امبارح، هي دي نقطة مهمة يا كابتن وليد. كابتن سيف لكابتن وليد صلاح في الإذاعة، الكلام ده للموسم اللي جاي. الجلسة اللي جاية كانت هتبقى السبت، هنقر فيها ده للموسم الجديد. قال له الكابتن مجدي عبد الغني قال له لا، ده الكلام اللي هيتعرض على الترابيزة في مجلس الإدارة، وما ينفعش النادي دلوقتي يشرك أربعة. قال له النادي الأهلي يقدر الماتش الجاي يلعب أربعة وفقا لكلام الكابتن مجدي. فقال له لا، كل حاجة هتدرس لسه في الاجتماع اللي جاي. طب ما نشوف إذا كان ده رأي الكابتن سيف زاهر، انه الاربعه الاجانب ده للموسم اللي جاي، ولا كان راي الكابتن مجدي عبد الغني نفسه ايه؟ في رد الكابتن مجدي عبد الغني عليه. مفيش لخبطه يا ريس ولا حاجه ولا لا. وطبعا احنا لما لجنه الانديه واحنا طلعنا قلنا القرارات وهتطبق من الاسبوع ال 24 اللي احنا فيه ده كابتن. طب هو حضرتك واحده واحده، يعني بعض الناس قالوا كان في كلام للمهندس ثاني ان اجتماع لجنه الانديه هي توصيات لمجلس الاداره، ومجلس الاداره عنده اجتماع يوم السبت هيعتمد القرارات، ده مظبوط ولا دي قرارات؟ لا 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 لا، الباشمهندس ثاني يدى تعليمات وحضور لجنه الانديه، مش لجنه الانديه، رؤساء الانديه. تمام. مفيش لجنه للانديه دلوقتي، اللي حضر رؤساء مجالس ادارات الانديه واعضاء مجالس ادارات الانديه ممثلين عن انديتهم. تمام. وخدوا القرار، والقرار تم تاجيله من الاسبوع اللي فات، لان كان باقي مباراتين، فما ينفعش انك انت تعمل تاخد القرار وفرقه تستفيد وفرقه ثانيه ما تستفيدش. فانت خدت بدايه الاسبوع ال 24 اللي احنا فيه ده كسيف، ان الجوابات خلاص راحت للانديه وراحت للجنه المسابقات وراحت للحكام، ان الرابع الاجنبي يقدر انه يبقى على دكه الاحتياطي، واما ينزل الرابع الاجنبي يتغير مكان اجنبي. هذا هو كل يعني، يبقى في ثلاثه في الملعب.
ثلاثة في المتعة والرابع الأجنبي بره. يعني أربعة في الثمنتاشر. نعم؟ أربعة في الثمنتاشر. أربعة في الثمنتاشر. خلاص مش عايزين نخوض اكتر من كده في هذا الامر، لان المداوله على الهوا اهي، واحنا ده اللي بنقوله. بنقول يا جماعه يعني القرار يجب ان المداوله تكون في اتحاد الكوره ويطلع بيها قرار ملزم للجميع عشان ما يعملش انقسامات حتى يبان ان المجلس منقسم. احنا بنحترم جدا 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 سيف زاهر، مع احترامي لاخي الاصغر راجل موزون محترم، وبنقدر جدا جدا كابتن مجدي عبد الغني طبعا القامه الكرويه والرياضيه، وحتى في ارائه اللي دائما زي القنابل وبيفرقع كده وبيصير بيها قضايا مهمه. احنا بنقول بس ايه، خلي الاحكام تدرس وتطلع في شكل قرارات عشان ما تعملش هذا النوع من البلبله. طب واخرتها؟ واخرتها واخرتها ايه بقى؟ المساله بقت ممله والله. والله بقت ممله وتزق واي حاجه تاني. ايه هي؟ احنا في 2018، فات 18 سنه في بدايه القرن الجديد. لا فات حطوا عليهم 6 24 سنه اللي صدر فيها اللوائح التصنيف. التصنيف، قواعد التصنيف. رغم كل هذه السنوات كل شويه احنا نادي القرن الحقيقي، الاهلي سرق اللقب، الحق ده سرقوا اللقب، كان من حقنا، والغنوه الممله المتكرره على طول. عشان كده اقول لكم طب واخرتها ايه؟ فاخرتها نتمنى ان ده يكون اخرتها، بس الاول نسمع الصديق العزيز احمد الخضري والكابتن خالد الغندور في ال تي سي. نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. نادي القرن الحقيقي. لا انا بس انه اخر كلمه ان مش هو نتكلم في تفاصيل. نجم اهلاوي كبير قوي 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 قوي، هقول لكم عليه بعد الفاصل. قال لي باللفظ كده ان هو اكتر النادي الاهلي كلهم كانوا عارفين ان الزمالك هو نادي القرن، بس عشان مصطفى فهمي وابن مصطفى فهمي والقصه راحوا له والكلام دوت. ايوه بالظبط، راحوا له القصه اتغيرت. لكن هنقعد نقول بقى عارفين؟ لا، حازم عارف ان نادي الزمالك هو نادي القرن يا كابتن. لا، نمره واحد، هات لي جلسه مجلس اداره الاتحاد الافريقي اللي اتكتب فيها المعايير سنه 94. الجلسه مش جرنان الاهرام. لا الجلسه. برافو يا كابتن خالد. اولا لاخونا احمد الخضري، كلمات المتقاطعة، ونجم أهلاوي كبير قال لي كنا عارفين لولا المهندس مصطفى فهمي وابنه هم اللي عملوا التصنيف ده. هذا التصنيف أعلن في 94 يناير 94 على هامش كأس الأمة كأس السوبر الأهلي والزمالك في جوهانسبرغ، في اجتماعات في جوهانسبرغ 94. ابن المهندس مصطفى فهمي اللي هو دلوقتي عمرو سكرتير عام الاتحاد الافريقي اللي اشار اليه احمد الخضري، عشان بقول لكم هي قضيه فيها شيء من السخف ان احنا نكرره الحقيقه. يعني انا زهقان، الناس دي هتزهقنا بجد. لانه وهو على فكره عمرو على فكره على فكره لا لا استناني عمرو فهمي، بس كلمه زهقنا دي يا استاذ ابراهيم هو ده الهدف من الالحاح. عشان في جيل جديد طالع هم عايزين يصدروا له الوهم. طيب عمرو فهمي اللي بقى متهم دلوقتي، مواليد 1983. عايز اسال احمد الخضري، عمرو فهمي اللي متهم هو وابوه وقتها هم اللي عملوا التصنيف، هو مواليد 83، يعني سنه 94 كان عنده كام؟ 9 سنين ولا 10 سنين؟ 11 سنه. 11 سنه. 11 سنه كان عبقري قوي عشان يقلب قاره افريقيا راسا على عقب. كان بياخد في ايده عشان يقلب عشان يقلب يحط المعايير اجتماعات الكاف باللجنه الفنيه واللجنه الاعلاميه وكل مسؤول واللجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي. لكن طبعا لو حطينا الاهرام اللي صدرت في 18 فبراير 94 هي دي مفاجأة الأهلي زعيما للكرة الأفريقية والجمهورية. الأهلي أعظم فريق في أفريقيا
ده فيها نفس النص اللي حصل. طب طبق للمعايير. طب أخونا خالد الغندور راجل مهم جدا وقال منطق أنا بحترمه عليها. الجرايد دي كانت بتعلم الغيب، والأهرام والجمهورية سنة 94 كانوا أهلوية وعارفين أنه بعد 6 سنين هتحصل الخناقة ديت، فندي الأهلي نادي القرن قبل القرن ما يخلص ب6 سنين قبل ما الزمالك ياخد باله. أنا هصدقه في اتهام الجرايد، وهو طلب وثيقة من الاتحاد الأفريقي تدل على أنه في اجتماع حصل وصدرت فيه هذه المسألة. لو مفيش حاجة صدرت من الاتحاد الأفريقي واجتماعه رسميا بعيدا عن الجرايد المصرية نبقى احنا كدابين وحرامية وسرقنا نادي القرن. طب ولو كان فيه ما صدر عن الاتحاد الأفريقي في اجتماع رسمي يبقى الموقف ايه؟ هنقول له اخرتها ايه؟ طيب الاتحاد الأفريقي كل نشراته او كل ما يصدر عنه اجتماعاته بيطلعها في حاجة نشرة دورية رسمية عنده اسمها كاف نيوز، يقدر اي حد يروح للاتحاد الأفريقي هيلاقي هذا الجريدة الرسمية بتاعته. دي الجريدة الرسمية بتاعت الاتحاد اللي بتحوي كل القرارات. في الكاف نيوز الصادر في أول يناير 94 فيها هذا التصنيف. ده العدد اللي أنا بقول لحضراتكم عليه. ده الغلاف. غلاف نشرة الاتحاد الأفريقي الرسمية. خش في صفحة تانية لأن دي أهم صفحة. خش بقى جوه العدد ده فيه إيه؟ هذا التصنيف من فيكنج زمجيان اللي كان ساعتها لا مين اللي شاركوا في وضع اسس التصنيف. ادي اللجنه ماضي عليها وموجود فيها اسم فيكنج زمجيان اللي هو قال له قبل كده ان هو انكر معرفته بالتصنيف. لا اصل فيكن اهو مكتوب اسمه. ايوه ما انا بقول لك ادي فيكن اللي الناس قالوا. لا هو كان زماننا في الاتحاد 2004. أيوة. وجبناه في ملك وكتبه واعترف. صحيح. ها وهو زملكاوي حتى النخاع. صفحه 29 بس عايز اتوقف عند فيكن لان فيكن كان مساعد سكرتير عام الاتحاد. وهو مسؤول اللجنه الاعلاميه ومشارك وعارف بان الاسس دي هو شارك فيها اللي الزمالك قبلها، وكان عند صدور في 94 كان ترتيبه السابع والاهلي الاول، وعند نهايه القرن كان ترتيبه الثاني، يعني هو اللي استفاد مش الاهلي. لو جبنا الـ 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 الاشاره الى اسم فيكنج زمجيان هنلاقيه الاشاره الى مسؤوليته كرئيس للاتحاد او للجنه الاعلاميه في الاتحاد الافريقي، وادي اسمه دكتور فيكنج زمجيان. هتلاقيه اخر قبل اخر اسم تحت بالزبط. لو تدققوا حضراتكم قبل اخر اسم تحت والمسمى بتاعه المدير اداره الاعلام بالاتحاد الافريقي. لا ده اسمه موجود مرتين بالظبط. استنى يا عم اهو استنى بس ريسبونسبل اوف ذا ايه ده التايتل بتاعه publication. وبعد كده هو اللي عمل الترانزليشن، هو اللي عمل الترجمه يعني هو المسؤول عن النشره وترجمه النشره يعني. وبعدين تحت موجود اسمه تاني اهو ده الاتحاد الافريقي رسميا editing يا جماعه، وبعدين ترانسليشن يعني هو اللي مترجمه. يا خرابي. طب ايه اللي ترجمه بقى؟ انت يعني. ايه اللي ترجمه؟ عشان برضو الكابتن خالد الراجل طلب حاجه رسميه من الاتحاد الافريقي. النشره دي الصوره داخل هذا الـ 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 او هذا المنشور الرسمي من الاتحاد الافريقي التصنيف فيه ايه بقى؟ هات لي التصنيف ان انجلش. ادي ناشونال اللي هو النادي الاهلي رقم واحد من مصر عنده 34 نقطه. كوتوكو الغاني رقم 2 32 نقطة. كانون ياوندي 27 نقطة. مازيمبي الكونغولي 20 نقطة. هافيا كوناكري 19 نقطة. الزمالك السادس 19 نقطة، والزمالك كسب الأهلي في السوبر خد نقطة بقى الزمالك 20. الكلام ده أنا آسف أنا قلت السابع كان السادس. كان سنة كام؟ 94. سنة 94 كان الزمالك السادس والأهلي كان الأهلي 34 نقطة. المعايير اللي الاتحاد الأفريقي أعلنها ما هو يا جماعة لغاية وقتها كانت الاتحاد الأفريقي بينظم
بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس وبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري. البطولتين كانوا زي بعض في عدد المباريات وفي نظام البطولة. الاتحاد الأفريقي في 94 اللجنة الفنية بتاعته، اللجنة الإعلامية، لما منحت النقط منحت نقط لكل فريق عن كل دور يتجاوزه. لعب السيمي فاينل بياخد كذا هنا أو هنا. ما كانش المسألة في دور الأبطال، لا في دور المجموعات، ولا مؤهلة لبطولة عالم، ولا فيها فلوس. أول ما اتغير نظام دور الأبطال وبقت معدد مبارياتها أكتر وليها دور المجموعات فيها في دوري في رابطة الأبطال، بقت المسألة مختلفة خالص، وخدت نقطة زيادة عن أبطال الكؤوس اللي اتلغت بعد كده واندمجت مع كأس الاتحاد الأفريقي في كأس الاتحاد دلوقتي كبطولة. لكن وقتها الأهلي الأول والزمالك السادس. الزمالك وفقا لهذا التصنيف وهذه النقاط تقدم في خلال الست سنين من 94 لنهاية القرن بقى المركز الثاني، لأنه الأهلي بعد 94 وخلافه مع الاتحاد الأفريقي غاب عن المشاركة في البطولات الأفريقية والزمالك شارك. فبقت المسألة يا باشمهندس الزمالك هو من استفاد بهذه القفزة. ما أنا قلت كده. وهو لو الزمالك وهو ترتيبه السادس وفرق بينه وبين النادي الأهلي 34 وهو 16 ها وفي سنة 94 ها ما اعترضش ليه؟ ما اعترضش ليه على النظام ده؟ شاف انه بيضره هو لا بيفيده، لان الاهلي كان انسحب. ايوه مش انسحب، كان عقب سنة وانسحب الثانية. ايوه واخد بالك؟ جت التالتة تنبهنا في مجلس الإدارة وقلت لهم يا جماعة في تصنيف وفي كذا 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 وبقت في جوائز وبقت في مش عارف ايه، فقرروا الاشتراك عشان ما يضيعش علينا فرصة الاحتفاظ بالصدارة. واشتركنا بفرقتين لو تذكر سنتها كانت فرقة بتلعب الفاينل في تونس، في تونس البطولة العربية وماتش البن الاثيوبي، البن الاثيوبي هنا وخرجنا 2-2. أيوه. والفرقة الثانية كانت 13 لعيب، بقية اللعيبة اللي ما سافروش مطحمين بعد الناشئين، واثنين لعيبة على الاحتياط. حتى يوميها كان الكابتن مجدي طلبة رجع لخلافه مع هولمان، لا حكم، الحكم كان اسمه سعيد بالقولة المغربي الله يرحمه، اختلف، فكان في قرار تربوي انه يرجع. وكابتن حسام حسن برضه اختلف مع كان تسوبل ورجع، والاثنين لما رجعوا حب احمد ماهر رحمه الله عليه انه يستعين بيهم الكابتن صالح، قال له ازاي دول راجعين بقرارات اداريه وانت تكرمهم بالمشاركه؟ ما يشتركوش. شوف بقى المواقف التربويه برضو اللي تعلي النادي الاهلي، اللي بيقول لك ادي نادي المبادئ هنا ويتعادل مع وتخرج بسبب هذا القرار ولا يهتز لك جف. بس المشاركه دي عملت ايه؟ منعت ان حد يخش مكانك كما كان معتاد ويقرب منك، لان انت اللي سمحت للمنافس بتاعك انه يقرب منك. ففي كل الاحوال ارجو ان يغلق هذا الملف. ليه بقى؟ لانه في الحاح، في جيل جديد. هو عموما يعني خالد الغندور قال لك انا عايز حاجه من الاتحاد الافريقي، مش عايز حاجه من الجرائد المصريه، دي تقفل الموضوع. ادي موجوده بتواريخها، واتمنى حتى الاستاذ خالد التوحيد اللي مغرد بيه خالد التوحيد، لانه هو اخر يبدو ان هو زهق، فقال في تغريده له على تويتر: سيظل هناك من يمارس دون ملل الفصال في كون الاهلي نادي القرن في افريقيا حتى يحل عليه القرن الجديد اللي ما زال او مضى فيه 18 سنه والاهلي يتصدر القاره في هذا القرن الجديد. فخر لمصر انه الاهلي نادي القرن، وكان فخرا ايضا لمصر انه نادي الزمالك يكون الثاني بعد الاهلي. واذا كانت مصر وقتها فقدت صداره المنتخبات لصالح الكاميرون، فاعتقد كان شيء طيب جدا يسعد كل المصريين ان يبقى الاهلي نادي القرن في افريقيا وصيفه الزمالك ايضا المصري. مش هو ده نفس الترتيب المحلي؟ ما هو منطقي. تقدر تكون الاول على الجمهوريه، انت مش الاول على المدرسه؟ لا طبعا. سهرناكم، لكن على كل حال، على كل حال عايز اوضح بس نقطه. عندما تنشغل بالمنافس ولا تنشغل بانك تعمل على نفسك، هتصل الى نفس النتائج، هتظل الامور كما هي. احنا فعلا زي ما الاستاذ خالد التوحيد بيقول، الاهلي يبتعد بقمه التصنيف الافريقي
على الزمالك الا يفكر في الاهلي كثير. مش الزمالك الحقيقه، اداره الزمالك لم يظهر منها شيء حتى الان، لكن الالحاح الاعلامي، الالحاح الاعلامي هيؤدي الى التغرير بناس يشعروا بالظلم وهم مش مظلومين. وعلى فكره ده شعور الافلام على الجيتو والدنيا على الجيتو، انك انت تصل الى حد من انك تصدق نفسك والكل زي شيء من الخوف. انا على التريس، انا على التريس مثلا. اه يعني الراجل من شده ان الناس هو شايف هو اللي بيعمل كل حاجه والقوه عنده، بس عتريس هو اللي بياخد البنفيت. هو اقنع نفسه بكده لما بقى في الاخر ماشي يقول لك انا عتريس، انا عتريس اللي عيال تجري ورا. فطبعا مش ده في السياسه بتجد هذه الحاله، في الادب تجد، في الفن تجد هذه الحاله، في الرياضه بتجد هذه الحاله. ده وضع خطير. عظمه الاهلي يا جماعه مش في المكاسب، عظمه الاهلي المكاسب عشان هو عظيم، عشان هو لا يلتفت، هو بيشتغل فبيحقق العظمه بتاعته. وانا اديتك مثلا الكابتن صالح سليم في البن الاثيوبي. صحيح. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا للقرن، وعلى خير. نلتقي دوما في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.